لما اشتريتها كان سيارة عادية ابدا. وبالذات تحت تحت السيارة تكون الصبح اخضر بالليل اسود. عندي هالجولف من 4 سنين، أول ما اشتريتها كان سيارة عادية أبداً، صاروا يضحكوا علي الناس مش ماخذها، بلشت أزود فيها شوي شوي لصارت بهالشكل الأخير، ربحت فيها جائزتين قبل، باربيكان تيربو بس كار أون بادجت، كار أوف ذا يير 2008 بالأوتو دروب، بلشت فيها شوي شوي بالبودي، غيرت فيها الهود، غيرت فيها البامبر، بعدين غيرت فيها اللايتس، وبطل فيها مثل ما هي كانت قبل، صار شيء جديد. جيت لهون وبدلت السسبنشنز وركبت كويل اوفرز بعليها بوطيها متى ما بدي. عندي رام 17 ملونهم على نفس لون السياره. ركبت اللامبودوز نعملها شوي سبيشل. جيت لجوا طبعا من جوا بدلت كل شيء، غيرت الالوان تبع التابلو كلها، ركبت شاشه من تحت الهيد جونت اكيد مع ايفون ريدر، وركبت سبارك سيتس لجوا يصير عندي شكل رياضي اكثر، غيرت الجلد مبدئيا، يعني فيك تقول متغير كل شيء من جوا. نرجع لورا لبرجيكم الشغله اللي انا مشغله بايدي بالسياره كلها، دي جي سات مع ساوند سيستم اشتغلت عليه لحالي بالبيت، يعني بارت التزويد تبعي، حتى التنجيد عملته تحت البيت لحالي. بس لما بيجي على الدبة غيرت شكلها، عملتها أكثر سموث، والبامبر أكيد فتحت الإكزوز من أوله لآخره، عملت شيء كبير. وبالنسبة للون، بالنسبة للون السيارة هذا خلطته بايدي، كنت عم دور على لون سبيشل ما كنت ملاقي، فجبت اللون الاورنج وجبت الجلتر اللي بيستعملوه بالعاده البنات اللي يحطوه على وجههم، خربطتهم لحالي. بتذكر بوقتها قعدت بالكراج من الساعة 3 الظهر لساعة 11 بالليل لاخذ هاي اللمعة هاي، يعني يمكن صبغتها 3-4 مرات ورا بعض بنفس اليوم لاخذت هاي اللمعة. بسكر الباب نفس الوقت.
هي السيارة اللي بستعملها كل يوم، بروح وبجي فيها على الشغل. يعني هي السيارة من حياتي، بحبها كثير ومزودها أنا. صراحة بالنسبة لي بتسوى كثير، بس كسعر ما بعرف كيف الناس بقيموها. يعني هي كجولف ستاندرد موديل 94، يعني ماكسيموم ممكن تاخده تجيبه يمكن تجيبه ب 6000، بس انا دافع يمكن تزيد عليها نقطه لطلع معك هالشكل نهائي. بس هذا طول معي يعني محدود 4 سنين، يعني من وقت ما جبتها لهلا خطوه بخطوه لجبتها بهالشكل النهائي. الحمد لله مبسوط فيها كثير. تابعوا كل شيء جديد بعالم السيارات بعرب موتورز تي في. I am a motorhead. باربيكان توربو، وعندي رنج سبورت موديل 2006 ومعدل عليها بادكت، وعندي رنج 22 مركب عليه وبادكت، وبزوزات تحت السيارة، وعليها زوايد. والحمد لله أنا مشارك في بطولات، وكنت مشارك في بطولة الفجيرة وبطولة دبي، والحمد لله أخذت فيها مراكز. وهاي السيارة وعندي ساوند سيستم. قوته 7500. والحمد لله بعد جبت نتيجة. ومثل ما قلت لكم أنا عندي بعد طبعا هاي رنجات 22 هامان، قياس 22 إنش. وطبعا أنت تحط القياس التاير اللي تباه، تبغى صغير تبغى كبير، بس عشان ما يحك في السيارة تحط صغير. وهني الكزوز تحت السيارة، طبعا الرنج الوحيد اللي عليه كزوز تحت السيارة. والبدكت اللي مسوي الوحيد في الإمارات. من داخل طبعا محطي له تلفزيونات، في تلفزيونات ورا هني محط له اثنين، بس ذاك لان ملبسنا من داخل زين. وبس وعليه سون سيستم من داخل، بس ما عدت عليه، وان شاء الله بلبسها من داخل. واتمنى اني افوز في البطوله هاي. الجوائز هذه كنت مشارك في بطوله دبي تاريخ 26/6/2009، والحمد لله طلعت الاول، المركز الاول. وشاركت في بطوله الفجيره مال الشيخ مكتوم وطلعت فيها المركز الثاني، وان شاء الله انا مشارك في هالبطوله وان شاء الله اخذ نتيجه. والله السرعه مو بزينه هي، صح انا تزود السياره، بس اعتقد مصممين حلبات في امقوين وفي العين، ما شاء الله ما قصروا الشيوخ. بس انا اقول يتحملون على عمارها. والله انا عندي سيارات وايده في بالي، يعني منها لامبورغيني مارشلاغو او بوغاتي، بس ان شاء الله احصل فيها في يوم من الايام. انصح الناس ان يتابعون قناه عرب موتر تي في، لأنه ما شاء الله مشاركة في كل البطولات، وأتمنى منهم الخير.